السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا بكم في برنامج أحلامنا الجميلة الذي يتكلم على رموز الرؤى والأحلام. رمز اليوم تكلم على رؤية السحاب في المنام. تأويل السحاب إيه؟ هل السحاب دي فيه الخير ولا فيه الشر؟ السحاب بوجه عام كل رؤية السحاب فيها الخير، إلا في حالات يعني معدومة قليلة جدا. فرؤية السحاب نوع من أنواع البشرة الطيبة الجميلة العظيمة لمن يرى السحاب في المنام. السحاب في المنام يبين على قضاء الأمور، إن ربنا سبحانه وتعالى سيقضي أمر من الأمور إلى صاحب المنام. السحاب في المنام يبين على قدوم بعض الأموال، ولو امرأة رأت في المنام سحاب وكان زوجها غائب في إحدى الدول سيرجع إليها سالما غانما معافا. لو واحد رأى نفسه أنه فوق السحاب يبين على الرفعة والسمو والشأن الطيب والجميل في البلاد والعباد، ولكن للأسف الشديد لو كان السحاب لونه أسود، دي من ضمن الحالات اللي هي رؤية السحاب فيها غير جيدة، يبين على التعب والمرض والألم والأذى والمحنة، وأن صاحب المنام سيتعرض إلى أزمة، سواء أزمة صحية أو غير ذلك، سيتعرض إلى بلاء عظيم جدا لو كان السحاب لونه أسود. لو واحد رأى السحاب مكتوب يعني مرة واحدة تسأل يقول رأيته في مرة السحابة مكتوبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل أن صاحب المنام سيكون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، وستكون عنده العقيدة عقيدة سليمة بعيدة عن البدع والخرافات والأباطيل وبعيدة عن أمور الشعوذة. ليس فقط ده، لما يكون السحاب مكتوب فيه لفظ الجلالة أو هذه الجملة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبين أن صاحب المنام لن يبتلى بمرض خبيث قط. فرؤية السحاب دائما دائما فيه الخير. لو إنسان يركب طائرة ده في المنام ورأى السحاب في المنام يبين على السفر الجميل، سيسافر إلى عدة دول أو إلى دولة من الدول، وهذه الدولة سيأتي منها الخير العظيم جدا. معنا أول اتصال، اتفضلي يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وأشرف البرنامج. أهلا بك يا أستاذة نادية، تأمرين أمر. الله يخليك ما يمرش عليك ظالم يا رب. بص انا عندي حلمين بس سواقين كده لاختي، ممكن اقولهم؟ تؤمرين امر. انت قول الرؤيه الاولى يا استاذه ناديه، لو كانت قصيره هقول لك ايه، قول الرؤيه الثانيه عشان الساده المشاهدين ياخدوا حقهم في الاتصالات. ماشي يا فندم. ماشي. بصي يا اختي، حلمت كده ان هي ماشيه في الشارع. نعم. اختي حلمت ان هي ماشيه في الشارع، لقيت الفنان يحيى الفخراني مستنيها وركبت معاه العربيه ومشي. تمام. ده الحلم الاولاني. هي انسه؟ ايوه. سيمن الله عليها بزوج صالح، لأن كلمة يحيى
ده ربنا ذكر كلمة يحيى في القرآن الكريم، وإن ربنا لم يجعل لكلمة يحيى سميا، فيدل إن ربنا حامنا عليها بالزواج من زوج صالح ذو صفات خاصة جميلة عظيمة. وكلمة الفخراني هي هتفتخر إن هي متزوجة فلان الفلاني. قول الرؤية التانية. هي حلمت إن هي مكة رغيف فيه كبير. تمام. وبعدين قطعت منه حتة وادتها لحد. الله أكبر. وبعدين لقيت أخويا المرحوم حمدي واقف. عليه رحمة وقال الله. وقال لها لما لقاها ادتها حتة يعني لحد، فقال لها أجيب لك واحد ولا اثنين. تمام. فينو يعني. بس كده حضرتك، شكرا. تمرين أمر. الفينو العيش الفينو ده لأن البنت العيشة بتاعتها هتكون عيشة طيبة، جميلة، سعيدة. والواضح من المنام ان البنت من الله عليها صفات الاخلاق، الصفات الطيبه الواجب ان تكون موجوده في اي فتاه. موضوع الاخ حمدي، كلمه حمدي لمن رات المنام من الله عليها بالصفات المحموده، فلا بد ان تكون حامده وشاكره الى انعم الله. حمدي كون هو متوفى ده يدل انه في مكانه طيبه جميله عظيمه، وهي لما تعطي امر من الامور ده يدل ان هي انسانه عندها صفه الكرم وصفه الجود. والله اعلم. اتفضل يا استاذه ناديه. ناديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذه امل. مساء الخير يا استاذ الشيخ. مساء الانوار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عندي حلم. تؤمري امر اتفضلي. انا شفت ان انا يعني في بيت غير بيتنا. نعم. وواقفه قدام الباب وفيه عجول كتير قوي، كل واحد يعني فيه حد ماسكه. نعم. ولقيت جوزي جاي فبيقول لي هنجيب قد ايه، فانا فهمت منه ان هو بيتكلم عن اللحمه بتاعه العيد بتاعه الضحيه. نعم. فانا قلت له هات ربع. ببص كده لقيت واحد ماشي وماسك عجل يعني سمين قوي. طبعا. فرحت قلت له وهات لنا من ده كمان ربع بس، فهو مشي من قدامي ورجع جايب ربع عجل، فانا مسكته وقطعته لقيته باصص كده زي ما يكون مستقل اللحمه، فانا قلت له بسم الله ما شاء الله ده كتير، وما تنساش ان احنا فيه ربع تاني هتجيبه. تمام. بس كده. هو انت معاكم اولاد يا ناديه؟ اه معانا. معاك قد ايه؟ معانا ست. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يصونهم وأن يرعاهم. ولين قلت بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن أخاف عليهم من الحسد من نفسي، لأن في ناس عند صفة الحسد دي حاجة عظيمة. النهاردة ما تكلمنا واحدة من اتصال هاتفي على طريق التليفون، ما تقول لي يا فضل الشيخ أنا عايز أسألك سؤال شخصي. قلت لها تفضلي. قاعد اسمع انك انت ما تاخد في الحلقه 25,000 جنيه، الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ قلت لها بالاول قولي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما رضيتش تقولها. يا ست قولي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بعد فتره من الزمن قالت هذه الكلمه، قلت لها والله انا لا ماخذ لا 25 ولا ماخذ 10 ولا ماخذ 5 ولا ماخذ فلوس على الاطلاق. أنا ظهرت على حوالي 20 قناة فضائية في التلفزيون مش مآخد جنيه واحد. أنا ما أجيب السيارة على حسابي من جيبي الخاص، والله العظيم لن أتقاضى مبالغ مالية من أي قناة فضائية إلا قناة واحدة خدت منها شهرين ورا بعض وما خدتش بعد كده. فتفسير المنام موضوع العجل، وما قيل العجل في المنام ربنا ذكره في القرآن الكريم، فيبين إن ربنا سيمن عليك بقدوم الخير وقدوم الرزق لك ولزوجك ولأولادك. الشيء الثاني، إن ربنا سيحفظك من الفتن ومن البلاء ومن أشياء كثيرة جدا في الحياة، فقول الحمد لله. والله أعلم. ونعوذ بالله من شر الحاسدين والحاقدين. والله أعلم. تفضل أبو حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الغالي ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ إبراهيم ازي حضرتك؟ أهلا أخ أحمد. الحمد لله فضل ونعم. عندي رؤية ممكن أقول لحضرتك؟ تتأمر أمر يا حبيبي. الأمر لله سبحانه وتعالى. هو أنا كنت شفت ماشي أنا وعمي في قطعة في الشارع. تمام.
ففي قطعة أرض معروضة للبيع أنا عايز أشتريها. نعم. بس المقدرة مش مستطاع ده حاليا. تمام. فعمي قال لي نختصر الطريق ونمشي كده، رحنا داخلين في الأرض دي، هي أرض زراعة. فالأرض طلعت مروية طينة. تمام. مشينا فيها حتى رجلنا غرزت في الطينة ديت، وقعدنا في قلب الأرض، وكان معانا شنطة مش عارف الشنطة دي فيها إيه. تمام. بس كده. والله الشنطة يدل إن في سر من الأسرار لا تعلمه، أنت ما عندكش خلفية به، هتعرف في الأيام القادمة، بس هذا السر وهذه المعلومة وهذا الأمر سيكون فيه الخير العظيم جدا جدا لك في الأيام القادمة، والله أعلم. اتفضلي يا أم يوسف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي حلمين صغيرين خالص. اتفضلي يا أم يوسف. ماشي، حلمت إن أنا طالعة في السطوح بتاعة عمتي، وفجأة لقيت الدكتورة صوفيا زادة. تمام. وماسكة نونو بترضع، ومعاها بنت كبيرة خالص يعني زي 6 7 سنين كده هو. فبقيت فرحانة ومستغربة إن أنا شايفاها، وبقول إيه ده، معقول أنا شفتها؟ فلقيتها بتضحك لي وبتقول لي احكي لي أحلام، بس كل ما أحكي لها حلم تقول لي لا ده ناقص. فحكيت لها، قلت لها طب في حلم أنا فاكراه، بس الحلم ده من زمان، إن أنا جبت 2 كيلو فول وصاحبتي جابت 3 كيلو فول السوداني وكنا ماشيين، راحت جات لي بس ده وحش، قلت لها خلاص ما تفسروش اصلا الحلم ده، بس في الحلم ده اصلا حلمت بيه فعلا من زمان. تمام. وفجاه لقيت نفسي طالعه على السريرين في بيتي، ولقيت سلفتي بابها شقه سلفتي مفتوحه، فببص فبقول ايه ده هي مش قاعده في بيت ابوها والشقه مفتوحه، ده دلوقتي لحسن يقولوا انا اللي فتحت البيت، انا ماليش دعوه. واستغربت ان هي فرشه السجاد لونه اصفر، مع العلم ان هي مش فرشه سجاد اصفر في الصاله، فنزلت. بس ده حلم. في حد اتهمك اتهامات باطله او قال لك كلام انت ما قلتهوش؟ فعلا كتير، وتسببت لي مشاكل. بس كده ما تفسريش على الشاشه، اسمعي التفسير وانا هكلمك عشان تقول الرؤيه الثانيه بتاعتك. اولا كلمه صوفيا زاده، وهي مفسره الاحلام المشهوره جدا على الفضائيات المصريه، كلمه صوفيا يدل انك انت عندك صفاء ونقاء وطهاره القلب، وانت انسانه على الفطره غير كاره او حاقد او حاسد على احد. كلمه زاده اللي هي صوفيا زاده، ده يدل على زياده لك في امور الخير. موضوع انك انت تشوفي مفسره احلام في المنام يدل ان ربنا هيحقق لك حلم من الاحلام او امنيه من الاماني. لما تقصي الرؤية على صوفيا زادة وانت ما تقول ان هي ناقصة، او هي تقول لك ده ناقصة تقريبا، او في حاجة فيها كلمة ناقصة، ده يدل ان هناك امر من الامور انت في الحقيقة تريديه وتتمنيه من فترة بعيدة ومن زمن بعيد، ولكن لم يتحقق لك حتى الان. لما انت تقولها على رؤية تقريبا الفول او ما شابه ذلك، وانت تقول لها لا ما تفسريش عشان هذه الرؤية مش كويسة كما قالت لك مفسرة احلام صوفيا زادة، ده ربنا هيحقق لك الخير ولكن بعض تعب وبعض عناء. في رمز انا نسيته لان سالتك فيه مش متذكر ايه هو، يدل ان في حد تقريبا عفوا موضوع السجاده وما قيل عنها، في حد ظلمك وفي حد افترى عليك كذب وفي حد عمل لك وشايه او خلاف او عمل لك اشكال او تكلم عنك بكلام او قولك اقوال انت لم تقوليها في الحقيقه، والله اعلم. طب حضرتك الحلم الثاني ان انا حلمت ان انا قاعده في بيتنا وماسكه مذكره وجوزي جاي، بس مش جاي في الحلم ان هو جوزي، ان هو صاحبي او زميلي. تمام. فماسك معاه مكنه كبيره كلها حديد، وقاعد فانا قاعده مستغربه، واخويا حسن قاعد يبص لي وكل اهلي قاعدين يبصوا لي ان ده جاي في البيت، وانا مستغربه ومش عارف ان انا اتكلم وبلعب في المذكره، بس ماسك جهاز حديد كبير قال لهم ده بيسن الحاجه، فقال كل واحد في بيتنا بيجيبوا له مفكات يسن فيها يرفع سن المفك خالص. وفجاه لقيت قاعده في بيت جدي مع عمتي وباكل خير، بس الخير طلعته من بقي، قلت ايه ده خير ده، هو انا مش هبلعه، ورحت طلعته بس كده. هو جوزك ما يحبك في الحقيقه؟ ماله؟ جوزك ما يحبك؟ هو ساعة كده وساعة كده. لا، ده هو محبك ويموت فيكي، ولكن انت موضوع الخيط انك انت مش فاهماه في بعض الامور، في شفرات في حياة زوجك انت مش عارفة تفكيها. ولذلك يا جماعة ممكن يكون الزوج كويس وممكن تكون الزوجة كويسة، بس هناك مشاكل عميقة لسوء التفاهم بينهم، الانسجام بينهم معدوم، الانسجام بينهم مش موجود.
بعض احيان تكون واحده ممتازه 100%، ولكن الزوج مش فاهم فكر الزوجه. ودي رساله من الله الى كل الازواج، استمع لمراتك، شوف فكر مراتك ايه، شوف ترتيبها ايه، شوف نظامها ايه، شوف هي ما تحب ايه، شوف هي ما تكره ايه. تعال كده بعد كده انتهاء اليوم، اقعد مع الزوجه بتاعتك في غرفه النوم وتسامر مع بعضكما في كلام، حتى لو كان كلام هايف، ولكن هذا الامر ياتي بالمحبه وياتي بالالفه وياتي بالسرور. لابد ان يكون هناك الوئام بين الزوجين، المحبه بين الزوجين كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام. لابد ان الزوج يبقى في خدمه اهله، لابد ان الزوج يبقى عنده الرحمه والرأفه على الزوج في امور، على الزوجه في امور كثيره جدا. كذلك الزوجه ما تسالش في كل حاجه ولا تعلل كل الامور للزوج، انت كنت فين؟ كلمت مين؟ من جالك؟ رحت لمين؟ كلام تافه مجيب المشاكل ومجيب النكد ومجيب الطلاق. كلمتني واحده من 4 ايام تقول لي حصل الطلاق، والله حصل الطلاق بيني وبين زوجي على امر تافه عشان انا سالته كذا كذا. طب وانت ما تساليه ليه؟ والنصيبه الكبيره، النصيبه الكبيره انها معاه من هذا الزوج 7 اولاد. لا حول ولا قوه الا بالله، والله اعلم. اتفضلي يا روان. الو. ايوه اتفضلي. مساء الخير. مساء الانوار، وطي التلفزيون يا روان لو سمحتي. حاضر. معلش بس انا كان عندي حلم لسه حلمان النهارده. تأمري امر. انا دلوقتي عندي ابن عمي هو متقدم لي. نعم. تمام بس لسه الموضوع ما كملش. تمام. المهم انا النهارده حلمت ايه؟ ان هو جه عندنا وهو طلع يعني احسن مظهر ليه. لا لا ايش ايش ايش؟ هو جه عندنا البيت، حلمت ان هو جه عندنا البيت. تمام. وايه هو لابس كده في احسن مظهر ليه يعني. هو لابس لبس جويز يا ستي. تمام. المهم ايه طلعت البلكونه كنت انا واهلي. نعم. المهم جارنا اللي في الورش جاء قال لي ايه؟ قال لي تعالي احضري فرح ابني وايه وانا هديكي 300 جنيه. تمام. بعدين ايه قلت له ماشي. المهم ايه دخلت الحمام وكان سوري يعني كان التواليت فيه كان فيه جراز. تمام. المهم ايه قعدت ايه اكب ميه اكب ميه الجراز مش عايز يروح خالص. تمام. في الاخر ايه بعد ما راح لقيته بقى ايه عمال يطلع تاني كتير، فرحت ايه قلت ايه خلاص بقى ايه انا مش هكب ميه تاني ورحت طلعت. بس كده؟ ايوه. اسمعينا من التلفزيون. هو تفسير المنام كله على بعضه اللي على المناسبة السعيدة لك في الأيام القادمة. في مناسبة سعيدة في أمر من الأمور ربنا هيسعدك به والله أعلم. اتفضلي يا أم بسمة. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي رؤيتين يا شيخ. اتفضلي قولي الأولى يا أم بسمة، لو كانت قصيرة هقول لك اتفضلي قولي الثانية. ماشي. أول حلم كنت واقفة كده على الباب فمعدية واحدة صاحبتي اتنين يعني. نعم. واحدة كان اسمها ليلى فكانت عايزة تخبط عليها عشان تسلم عليها. تمام. فطبعا ما رضيتش ايه تطلع لها عشان يعني كانت زعلانة في شيء مزعلها. تمام. فمعي ابن عمي المتوفي فبيقول لنا قولي لها تبطل يعني تبكي. تمام. فقال لي ربنا هيديها وهتحمل. تمام. وقال لي انت كمان ربنا هيديكي وهتجيب عيال وتحملي. تمام. بس كده الرؤية الأولى. هو بيقول لمين ان هي تبطل تبكي؟ هي واحدة صاحبتي يعني كانت جيراننا. هي أصلا في الحقيقة تعاني من مشاكل؟ اه. ده دي رسالة من ربنا انك انت توصلي لها المعلومة دي. قولي لها ان ربنا بيقول لك في المنام ان ربنا هيجعل لك من بعض العسر يسر ومن بعض الضيق سيكون لها الفرج. ولو هي متوقفة على الحمل ربنا هيديها أولاد، ليس هي فقط ما ينطبق عليها هي، ينطبق عليه عليك أنت. لا. والله أعلم. طب الرؤية الثانية والنبي شيخ ليها 8 سنين عندي. لا ما تقوليش والنبي، قولي لا إله إلا الله. ماشي يا شيخ لا إله إلا الله. تفضلي. ماشي. مرة كنت نايمة. نعم. فروحت حلمت بآية كده فالتفت بسم الله الرحمن الرحيم فالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ثم ذهب إلى أهله فليتمطى.
تمام. فصحيت على صوت نفس الآية كان الشيخ فارس عباد. تمام. فحلمت بها مرة تانية بنفس الآية. برضو كانت على الشيخ هاني الرفاعي. تمام. فحلمت بها برضو المرة الثالثة إن أنا كنت ماشية في طريق كده، والطريق دي على إيد اليمين وإيد الشمال كلها خضرة. فبص كده على إيد الشمال، فكانت في عربية كده وقفت كده ناحيتها، فكان شغال فيها كاتب كده شيخ محمد جبريل، فنفس الآية. بس كده أنت قلت خمس رؤيات لإصلاحنا حالك ربنا. معنى الثلاث رؤى اللي أنت أصلا حكيم دول، مع إن هناك بعض الأخطاء في القراءة، ده يدل إن ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليك بأمر طيب وأمر جميل وأمر عظيم، وسيمن الله عليك بالصلاح والفلاح والطاعة لله رب العالمين، والله أعلم. تفضلي يا أماني. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أماني. يا عم الشيخ، أنا متجوز بقالي 12 سنة، وكل شوية يحصل حمل وسقط وبتاع، فأنا تملي بحلم إن العلاقة اللي بيني وبين جوزي بس مع أخويا. تمام. تملي مع أخويا، مش عارف هل ده سبب مع الحمل والسقط ولا لا؟ أماني. تملي أهل. نعم. تواصل مع الكنترول وخذ الرقم او اكتب الرقم، ادي رقمك للكنترول، وانا لما اخلص البرنامج انا هتصل بيك. تمام اماني، اتصلي بالكنترول بعد الحلقه واترك الرقم في الحلقه او خذ الرقم بتاعي بعد الحلقه بعشر دقائق. اتفضلي يا ايه. ايوه يا ايه اتفضلي. ساره مع حضرتك. اتفضلي يا ساره. قالوا لي ايه. اتفضلي يا ساره. أنا عندي بس ثلاث أحلام. ثلاث أحلام؟ قول بسيطة. قول أول واحدة بعد كده يحلها الحلال. يا آية. أنا يا سارة. أنا متوفية بقى لها سنتين. تمام. وبتيجي في الحلم إن هي عايزة تاكل محشي. تمام. ساعات بتيجي عريانة وعايزة مامتي ومرات عمي يحموها يعني. تمام. ده الحلم الأول. الحلم الثاني. دقيقة يا سارة. دقيقة يا بابا. تمام. تحتاج إلى دعاء وتحتاج إلى صدقة. قول الثانية. الحلم الثاني، عم متوفي بقاله بتاع شهرين. تمام. وبيجي ليا في الحلم ان هو بيبص لي وما بيتكلمش معايا. نفس التأويل يا سارة. نفس التأويل برضه؟ ايوه. اقول التالتة. خلاص هو كده خلاص. تمرين امر يا سارة. اسأل الله جل وعلا ان ربنا يتغمزهم في رحمته، وإن ربنا يغفر لنا الذنوب ويغفر لنا الآثام. نرجع إلى موضوع السحاب، ندخل على أم مريم. تفضلي يا أم مريم. أهلا. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام يا أم مريم ورحمة الله وبركاته. ماشي. أنا مع حمى حلمين معلش. تفضلي يا أم مريم. ماشي. الحلم الأولاني إن أنا حلمت إن أنا في بيت والدي، ووالدي جايب شنطة فيها تعابين كثيرة. تمام. وفراح فبقول له يا بابا يعني انت جايب التعابين دي ليه؟ دي مؤذيه. فراح قال لي لا احنا هنربيها، فحطها في الارض. فرحت قلت له طب يا بابا دي هتاذينا. قال لي يعني هتاذينا، طب انا هشيلهم ازاي كده؟ تمام. ماشي. فرحت انا وبنتي ماشيين في نفس الحد، فالشبشب بتاعي يعني فقلعته في حته وعماله ادور يعني عن فرده تانية مش لاقيها خالص. تمام. ماشي. ده حلم. موضوع الثعابين نجاوب على مريم ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل. كان معنا مريم قبل الفاصل موضوع الثعبان وموضوع الشبشب. موضوع الثعبان ربنا سيحفظك من الاعداء. موضوع الشبشب وما قيل ده يدل أن هناك أمر من الأمور معقد في حياتك. أسأل الله جل وعلا لك التيسير، والله أعلم. من مع فضل أم مكة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم مكة. لو سمحت أنا عندي ثلاث أفكار أحلام. ثلاثة يا ست معاكي 100 حلم، بس قولوا رؤية الأول يا أم مكة، هنشوف القطعة الأولى القصيرة. أول حلم أنا كنت حلمت قال إن الشيخ بيحفظ إخواتي قرآن. تمام. فهو بقول له يا شيخ حفظني معاهم. قال لي لا استني أنت لما يخلصوا.
ولما هم خلصوا انا بدا يحفظني، بيقول لي انا هبدا معاك بفتحه الكتاب. قلت له يعني بصوره الفتحه؟ قال لي اه. قال قعد يقراهاني وقريتها معايا، غلطت في حاجه واحده بس، قال لي احفظيها كويس قوي، حاجه سامحالك المره الجايه بس مش عايزه تغلطي فيها، عشان هو كان بيقراهاني بالتجويد. تمام، هي دي اول رؤيه. ده يدل الاول ان في خير عظيم جدا لو ان هو مش حفظك في البدايه، ولكن انت لما يحفظك او تقراي سوره الفاتحه ده يدل ان ربنا سيفتح لك ابواب الخير وطرق الخير. قول الثانيه. الثانيه دي مش ليا، دي لواحده قريبتي، قالت ان هي حلمت ان هي جارها بيغتصبها هي وبنتها، فهي فضلت جريت منه ونطت من البلكونه او تقريبا من الشباك ونطت على حمام سباحه، بس سابت بنتها وقعدت تقول للناس الحقوني بنتي جوه بس. ده دي رسالة من ربنا ليها. أولا ربنا هيحفظها من الاغتصاب والاعتداء سواء لها أو للبنت، ولكن دي رسالة من ربنا إن هي ما تعاملش الناس بحسن النيات وتخلي بالها من الشبابيك والبلكونات وما شابه ذلك، والله أعلم. قول الثالثة. اتفضل يا أم ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معايا؟ أم حسام. اتفضل يا أم حسام. المخرج نصل. اتفضل يا أم حسام. بقول لحضرتك يا شيخ، تأمري. أنا عندي بنتي متجوزة بقالها 3 سنين. تمام. وحلمت إن أنا بضربها بإيدي المقشة. بس كده؟ أه، هي مش معايا في البيت، هي ساكنة بره، بس هي ليها شقة عندي فوق. حلمت اللي أنا في الشقة فوق بضربها بإيدي المقشة، باباها بيدافع عنها. أولاً الضرب في المنام دائماً يكون خير للمضروبة ليس للضارب، يعني خير لابنتك. ولكن ابنتك في حد ظلمها او افترى عليها كذب او في حد زعلها، مين زعلها؟ الله اعلم. لا يعني انا بنتي متجوزه بس جوزها يعني العيب في الخلفه منه هو، فانا بقول لها اطلقي يعني، يمكن ده اللي ما ايه، هي مش راضيه. ما هي ممكن زعلت منيك، المهم في حد هي زعلانه متضايقه. اسال الله جل وعلا ان ربنا يمن عليها بالابن الصالح الذي اللي هو يفرحها ويسعدها ان شاء الله، والله اعلم. اتفضل يا رجب. اهلا ببلد السواح. بحييك اسم اللوكسور. ربنا يبارك واهل اللوكسور الكرام. العمليه هتمشي والعجله كرسي ان شاء الله هتمشي، ومصر السياحه الخارجيه جات من بره. وانت ما تبصش على السياحه الخارجيه ولا الداخليه، انت بص ان ربنا راضي على مصر وإن ربنا حافظ مصر، فلما ربنا يحفظ مصر وراضي على مصر الأمور كل هتمشي، السياحة وغيرها إن شاء الله يا رجب. الله أكبر، الله أكبر، ببركاتكم ببركاتكم يا شيخ. لأن مصر يا أخي رجب ربنا ذكرها في القرآن الكريم. الله أكبر. وربنا وربنا توعد لمن يريد لمصر الإيذاء أو يريد لمصر أي سوء، ربنا هيجعل كيده في نحره. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب. اتفضل حبيبي. بحيي فريق الاعداد بتاعك المحترم الاول. ربنا يبارك لك ويطول في عمرك. جميع مشاهدينك. جزاك الله خيرا. خلي بالك العلم ده يا شيخ عم. اتفضل يا رجب. انا كان طلبت من زوجتي نفسي فعيل. فعيل. وانا سني حوالي 58 وهي احنا يعني بطلنا لنا 7 سنين 8 سنين. تمام، رب يطول في عمرك يا رجب. الله يبارك لي فيك. فانا ماشي في الصحراء. تمام. والقيس طفل. تمام. وفرحت بيه وروحت بيه البيت. جميل. جالس لي ايه ده؟ قلت له عاد ولا انت ولا ده، ربنا جابه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وعلى كده يا عم الشيخ. يا اخي رجب. الله. ان شاء الله باذن الله هتكلمني على الهواء زي ما كلمت نضروك ان شاء الله، والله جل وعلا سيمن عليك بالولد. الله اكبر. والايام بينا ان كان لنا في العمر بقيه ان شاء الله يا اخي رجب. اتفضلي يا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس يا شيخ انا يا فاطمه وطي التلفزيون يا فاطمه. الو. ايوه وطي التلفزيون. ايوه انا بعيد عن التلفزيون خالص. ما الصوت اللي انا سامعه ده، سامع ايه؟ انا سامع الصوت بتاع التلفزيون. اتفضلي. بص حضرتك، انا كنت مرتبطه بشخص يعني، وكان المفروض ان هو يجي يتقدم على العيد وكده، وحصل ما بيننا مشكله وما بين اهله وكده. تمام. فانا حلمت بالشخص دوت اول امبارح اني انا حامل من الشخص ده. تمام.
بس فدي رؤية، الرؤية الثانية. لا دقيقة واحدة، دقيقة فاطمة، هاخد منك الثانية بس عشان ما توهش. ده ربنا، ربنا ميبشرك وربنا حيتم لك بعض الأمور في حياتك، وربنا بيقول لك ما تزعليش ولا ما تندميش، ده ربنا سيمن عليك بالزواج وسيمن الله عليك بالإنجاب، والله أعلم. قولي الثانية. الثانية إن أنا كنت سعادة. نعم. واللي هو معمول شادر وكده، بس العزة دوت بتاع شخص حالي حقيقي يعني. نعم. مش مرتبط. فأنا في الحقيقة زعلانة من أول الشخص اللي أنا كنت مرتبطة بيه ده. فجالي في الحلم إن أنا داخلة العزة دوت، وكان في كراسي كده متزينة بالحرير أو الفخام. تمام. فكان ابوه كان موجود قدامي وانا مش عايزه اتكلم معاه خالص، كان كل شويه اللي هو بيسلم عليا وانا مش عايزه ارد عليه. تمام. ففي الاخر العزا دوت كان في ناس بتضحك وناس مبسوطه، وكان نساء ورجال يعني، ما كانش لابسين اسود، كان لابسين عادي. فانا قمت عشان امشي، فبابا قال لي انا انت رايحه فين؟ قلت له انا هروح. تمام. فقال لي انا هاجي معاكي. نعم. ففضلت ماشي انا وهو لحد بيتنا، فهو مشى وانا دخلت بيتنا. تمام. بس طول الحلم انا مش عايزه اتكلم معاه. يا فاطمه. نعم. هذا الحلم اضغاص احلام لا تفسير ولا تاويل له، والله اعلم يا فاطمه. اتفضلي يا امة الله. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا ينعم عليك يا امة الله، اتفضلي. ان شاء الله. انا حلمت ان انا رحت الثلاث فصول، واول فصل ما لقيتش اسمي، وكنا لابسين زي انا وزملاتي المريه اللي بتاعت بس انا كبيره يعني طبعا، المريه بتاعت اللون بتاع الخمار ونفس اللون يعني. نعم. بس لقيت في اول فصل زميلتي اسمها هاله، لقيتش اسمي. تمام. ثاني فصل لقيت الاسم كله، الاسماء كلها اولاد، وقلت لهم قاعدين ليه انتوا هنا؟ ده الفصول كلها اولاد، اطلعوا اطلعوا، واحده اسمها ابتسام واحده اسمها ولاء. تمام. رحت الفصل الثالث لقيت اسمي مكتوب وقدامه السريب الانجليزي. تمام. رحت جيت قلت لهم ادي، ولقيت في الفصل واحده اسمها احلام زميلتي برضو من ابتدائي، دي من زمان خالص. تمام. بس قلت لها خلاص انا هقعد معاكم هنا في الفصل تيجي جارح، قالت لي لا. رحت مسكت تخته لقيت الدرج بتاعها كويس، بس المسند اللي من قدام ده لقيته مكسور، رحت غيرته وجبت واحد كويس. انت انسه؟ لا انا متزوجه. معاك مشاكل؟ معايا مشاكل وما فيش معايا اولاد وكده، وبيحصل لي يعني احلام وحاجات كتير وحشه الصراحه يعني. المنام بتاعي بيقول لك انك انت امور معقده جدا معاكي. لانك انت ما لقيتيش اسمك، امورك معقده تعقيد شديد جدا. بس لقيته في الفصل الثالث. اسمعينا لاصلح حالنا وحالك ربنا. ماشي اتفضل يا شيخ. وانت هتفسر احلام مكانه ولا ايه؟ لا لا احنا عاوزين نفهم منك. طيب اسمعيني، امورك معقده ولن تتيسر لك امورك الا اذا اكثرتي في الاستغفار والصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن لما في المرة الثالثة تجدي اسمك وقدام حرف سي أو بالإنجليزي سري، ده يدلل أن هذا الأمر سيكتمل وربنا حيتم لك وربنا حيدهولك، ولكن بعد تعب وبعد عناء، وبالذات كلمة أحلام في المنام يدلل أن ربنا سيحقق لك حلم من الأحلام أو أمنية من الأماني، والله اعلم. اتفضل يا استاذ جمال. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا استاذ جمال تمام. الله يجعلك بخير. حضرتك انا حلمت ان انا كنت في بيت فلان، وفجاه كده لقينا تعبان كبير، فتلمينا عليه، اتلمينا عليه الجماعه كده، ومحدش كان عارف يموته يعني. تمام. كان في ايدي حاجه كبيره كده زي عصايه كده، ورحت ناخذ الموت يعني. ايه تفسير الحلم ده لو سمحت؟ ده ربنا هيحفظك من الاعداء يا اخي جمال، والحاقدين والحاسدين. الله ينتقم من كل انسان حاقد، ومن كل انسان جاحد، ومن كل انسان يريد الايذاء ويريد الخراب والدمار، سواء للبلاد او العباد، والله اعلم. تفضلي يا ناديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي حلمين يا شيخ لو سمحت. اتفضلي قول الرؤية الأولى يا نادية، لو كانت قصيرة هقول لك قول الثانية تمرين أمر. طيب حاضر. أنا حلمت إني واقفة في مكان كان في ناس في جنبي كده. تمام. زي ما تكون مستنية إن في حد هيفتح أو حاجة، إن أنا هشتري يعني حاجة، بس ما أعرفش هي إيه.
تمام. وبعدين فجأة لقيت إيد ورا ظهري كده على كتافي، وحد حط إيده على كتفي. نعم. وبعدين أنا شلت إيده بسرعة، لأن قلت إيه، ما ينفعش من جوايا، قلت ما ينفعش حد غريب يعمل كده. تمام. وبعدين مشيت شوية صغيرة وببص عايز أشوف مين اللي عمل كده، سمعت حد بيقول لي ده جمال العدل، وببص وشفت الفنان سامي العدل، وأعرف حضرتك إن أنا واقعة في ظلم جامد جدا أنا وإخواتي. لا لا، آخر حاجة إيه؟ وقع إيه؟ في ظلم؟ أنا واقعة في ظلم في الحقيقة. في ظلم؟ ما هو باين من كلمة العدل. تمرين أمر. طب وأقول التاني ولا تشرح لي ده الأول؟ لا أشرح لك ده الأول عشان ما توهش. ده المنام يبين ان ربنا سبحانه وتعالى يعني عدل ربنا سيكون منصف ليكي. هتقولي كيف؟ فيش حاجه اسمها كيف مع الله. انت ظلمتي حد، اخذ حقوقك، حد افترى عليك كذب، وربنا سيؤدي الامانات الى اهلها ليكي انت، وربنا هيجعل لك من بعض العسر يسر، ومن بعض الضيق سيكون لك الفرج، فلا تقلقي ولا تنزعجي، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل انسان ظالم وحاقد وجاحد. قول رؤيه الثانيه. انت تعرف يا شيخ حضرتك ان الظلم ده جابت عايزه تاخد حق غير حقها، وجابت شهود زور، وواحد بيشهد عليا ماسك سبحه. اقول لحضرتك بقى لا لا، الماسك سبحه ده في الحقيقه ولا في المنام؟ لا ده في الحقيقه يا فندم. يا ستي الله يصلح حالنا وحال السبح. ده ممكن واحد يكون دجنه على راي المثل متر، ويمسك سبحه عددها 1000، ولكن القلب اسود من السواد. هو في أكثر مني، في ناس والعياذ بالله تتكلم بالدين، قال الله وقال الرسول، ويقول أنني أحمل أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشد المنافقين، هو اللي مطلع الفتاوى حنين ذات البلاوة اللي هي دمرت وخربت البلاد والعباد. أسأل الله أن ربنا يحفظنا وأن يصوننا جميعا. بقول الحلم الثاني. تفضلي. طب حلمت بقى أن أنا بسرح شعري، وكان اطول من الحقيقي شويه، كان في نص ظهري كده. تمام. وكان ليا اخ الله يرحمه اسمه عادل، كان واقف وباصص عليا. تيسير امور في حياتك. امورك هتكون ميسره، ولكن يعني اوصيك كما اوصي كل الناس انك انت تكثري من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. الصلاه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام، لو انت مظلوم والله العظيم، والله لو صليت على النبي واستغفرت ربنا تشعر بسكينه، باطمئنان، بأمن وأمان، براحة وسعادة عظيمة جدا. ولن يشعر بهذا الأمر وعظمة هذا الأمر ويعرف أهمية هذا الأمر إلا من يكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اتفضلي أمة الله. أيوة شيخ سيد. الشيخ إبراهيم معك يا أمة الله. خليك يا رب بالله عليك، لان في ابتلاء جامد، بس ليه خليك تسمعني الاول وبعدين هسمعك في التلفزيون. تؤمرين امر. يا رب يخليك يا شيخ ابراهيم، يا رب يخليك. ولسه عايزه رقمك بالله عليك، ولادي وابوهم متوفى ومش عارفه اعمل ايه، واحنا في ابتلاء جامد بالله عليك يا شيخ ابراهيم. تواصلي يا أمة الله بعد الاتصال، بعد الحلقه، بعدها ب10 دقائق كلميهم وحدوكوا الرقم بتاعي بعد الهواء. احلم بس اقول لحضرتك الحلم. اتفضلي بسرعه عشان وقت البرنامج اخر اتصال معانا. اتفضلي. حاضر ابراهيم. حلمت بنت اصلا سايبه البيت وكده، لانها كانت ما عرفتش ايه اللي في البيت، سابت من البيت وسابت البيت ومشت، هي دكتوره اصلا يا شيخ ابراهيم. تمام. فبعدين حلمت ان فيها ارض زراعيه خضراء غله. نعم. وجيت انا اقطع عودين من الارض، اقطع عودين منهم واحطهم على الارض يعني. تمام. ولقيت بنت جايه بعربيه، وقطعت سنبله غله واديتها لها، جت وراكبه العربيه وخدت بعدها ومشيت بالعربية بسرعة يعني، بس وشها كان مسمر كده. تمام. تاني رؤية. لا دقيقة واحدة، دي آخر اتصال معانا. فالمنام يبين إنك أنت من معدن طيب ومن أساس طيب، إنسانة محترمة، من الله عليك بصفة الأخلاق والوقار والإحترام، ولكن موضوع الظلم ملوش علاقة أبدا في المنام. أسأل الله أن يحفظك وأن يصونك وأن يرعاك. أسأل الله إن ربنا يحفظ البلاد والعباد، وأن يمن على مصر الحبيبة بنعمة الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. دائما أنا أكون معكم يوم الاثنين ويوم الخميس الساعة 6 مساء. النهاردة كان في حلقة استثنائية، خلوها الساعة 8، فإن شاء الله إذا كان لنا عمر يوم الاثنين القادم
حيكون معكم الساعة 6 مساء، فانتظرونا. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.